عدد 17. وقال الرب لموسى: كلم ولاد إسرائيل وخب منهم عصايا عصايا لكل بيت أب من كل الرؤساء بتوعهم حسب بيوت أبهاتهم 12 عصايا، واسم كل واحد تكتبه على العصاية بتاعته، واسم هارون تكتبه على عصاية لاوي، لأن لراس بيت أبهاتهم عصاية واحدة. وحطها في خيمة الاجتماع قدام الشهادة مكان ما بجتمع بيكو. فالراجل اللي اختاره عتنبت العصاية بتاعته فأخلص من تزمرات ولاد إسرائيل اللي بيتزمروها عليكو. فكلم موسى ولاد إسرائيل فأداله كل الرؤساء بتوعهم عصاية عصاية لكل رئيس حسب بيوت أبهاتهم 12 عصاية، وعصاية هارون بين العصيان بتاعتهم. فحط موسى العصيان قدام الرب في خيمة الشهادة. وتاني يوم دخل موسى لخيمة الشهادة وفين وعصاية هارون عن بيت لاوي نبتت، خرجت براعم وطلعت زهور وكبرت لوز. فخرج موسى كل العصيان من قدام الرب لكل ولاد إسرائيل فشافوا، وأخذ كل واحد العصاية بتاعته. وقال الرب لموسى: رجع عصاية هارون لقدام الشهادة عشان يتحافظ عليها علامة لأولاد التمرد، فتبطل التزمرات بتاعتهم عني عشان ما يموتوش. فعمل موسى زي ما أمر الرب بالشكل ده عمل. فقال ولاد إسرائيل لموسى: احنا فنينا وضعنا، ضعنا كلنا، كل اللي يقرب لمكان سكن الرب يموت. مش احنا فنينا خالص؟